يا هلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام، تحية طيبة لكل من يتابعنا عبر القنوات السعودية الرياضية وعلى الهواء مباشرة من تبوك الورد ومن استديو ليالي تبوك ومن هذه التغطية وعلى الهواء مباشرة والمصاحبة لدورة تبوك الدولية الثانية في هذه الليلة. سنستمر وياكم طيلة الساعة والنصف إن شاء الله القادمة من خلال تسليطنا على الأضواء على أبرز ما دار في هذه الدورة وأبرز من شاركوا في هذه الدورة ومن قدموا الخدمات في هذه الدورة، متمنين لكم طيبة المتابعة. خلوني في البداية أرحب بضيوفنا الكرام والمتواجدين معنا في الاستديو. أهلا وسهلا بالأستاذ علي القحطاني المستشار والمتحدث الرسمي لأمارة تبوك وعضو اللجنة الإعلامية المنظمة. عفوا، أهلا وسهلا ومساء الورد، الله يحيي الجميع في تبوك الورد. أهلا وسهلا. كذلك أيضا ننضم معنا ويعطيهم ألف عافية والجهد الرجال البواسل اللي جهودهم دائما ما هي بواضحة كثير للناس، ولكن احنا حاولنا نسلط في أمسيتنا هذه الليلة لجهودهم إبرازها. معنا النقيب عبد الله البلوي مساعد مدير السير بمرور تبوك، أهلا وسهلا فيك. العفو، الله يسلمك وتشرفنا بالحضور معكم. يا هلا وسهلا فيكم. احنا في البداية طبعا نبي نستغل تواجدكم سواء كان من اتجاه التنظيم والرجال اللي ممكن كثير ما يكون في هذه الفترة، وخاصة في إجازة صيفية وإجازة تساعد انه كثير ما يكون انه الاقبال لمدينه او منطقه تبوك، ولكن ايضا كذلك الاستاذ علي القحطاني وجودك معنا اليوم عندنا كثير من المحاور نحاول نستغلها في وجودك حتى نطرح ما يدور حول التوجه بشكل عام لاستقطاب مثل هذه الفعاليات. في البدايه حدثنا عن التنميه التي تشهدها منطقه تبوك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. إذا تريد أن تتحدث عن التنمية في منطقة تبوك تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى الكثير والكثير، لكن يمكن أن يكون الحديث من خلال مراحل أو تدرج. يعني أنا أتذكر أنه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان منذ أن قدم إلى تبوك في ذو الحجة 1407 كان يملك رؤية واستراتيجية، كان هناك أولويات، فبدأ بالتعليم، وكما يردد سموه دائما أن الإنسان أو الاستثمار في الإنسان هو الأهم. فمن ثاني سنة أسس وأعلن عن جائزة سموه للتفوق العلمي، وأعطى هذا المجال الكثير والكثير. بعد ذلك من يتابع بحياد يلاحظ أن هناك فترات تنموية متدرجة ومختلفة حتى وصلنا ولله الحمد اليوم إلى الاهتمام بالترفيه والترويح. سبق هذه الفترة الكثير والكثير من عمليات البناء والتنمية، شملت البنية التحتية أو المجالات الخدمية، وهذا يعكس ما وصلت منطقة تبوك بتميز في كافة المشروعات الخدمية. لا يمكن لي بأي حال من الأحوال أن ألخص أو أختزل هذه المرحلة بحديث كثير، ولكن التنمية الحقيقية عندما تتحدث عليها نترك للكاميرا أن تثبتها أو أن تبينها. فالحمد لله إحنا ما لمسناه من الكثير من ضيوف المنطقة اللي يزورون سمو الأمير أو يلتقون يبدون دهشة بما حدث في تبوك، وهذا ولله الحمد واقع تنموي نالت تبوك إسوة بباقي مناطق المملكة اللي عمتها تنمية شاملة في كل المجالات. ولكن يمكن أن أختصرها أنها بدأت بتنمية الإنسان وانتهت ولله الحمد، أو أنها ستواصل العمل بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان إلى كل ما فيه خير ونماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على أرض تبوك. يعني ممكن نقول أنه من 1407 إلى الآن كان هناك فيه عمل دؤوب، عمل تأسيس قوي حتى تكون النتائج اللي الآن بدأنا نلمسها. بالتأكيد هو عمل ممنهج وينطلق من خلال رؤية واضحة، يعني يستطيع أي مراقب أن يرصدها.
تدرج في 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 عمليات البناء والتنمية. يعني أنا أتذكر شخصياً من 20 سنة سئل سمو الأمير عن برامج السياحة، فسمو الأمير طلب من الأخ الصحفي أنه يسأله هالسؤال بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، وهذا معناه أنه كان يهدف أنه هناك في أولويات تحتاجها المنطقة، وهي البنية التحتية اللي تسمح بإقامة مشروعات سياحية قادرة على احتواء أو تحقيق رغبات المجتمع بكافة شرائحه. وهذا ولله الحمد ما تحقق اليوم على أرض تبوك. ولا يعني ذلك أنه مدينة تبوك لوحدها، هذا الشيء حاصل في جميع المحافظات الست، وأيضا هناك مركزين كبار تحدث فيهم البرامج الترويحية. وطبعا سمو الأمير هو رئيس مجلس التنمية السياحية، وهناك تعاون وثيق مع هيئة السياحة وهيئة الترفيه وكافة المجالات اللي تهيئ هذه الظروف اللي تحقق الترويح للمجتمع للمواطن والمقيم على أرض تبوك. نعم، خلينا ننتقل برضو عند أبو محمد النقيب عبد الله. ودنا نتكلم برضو في نفس الشق في نفس الاتجاه، ونبي نتحدث عن مدينة، أو نتكلم عن مدينة تبوك بالتحديد، وعملية طبعا ما يدور من خلال التخطيط العمراني، وأيضا التخطيط فيما يتعلق به أيضا تنظيم السير، وبحكم الإدارة المنتمي لها والتخصص اللي تباشرون فيه دائما. ودنا نتكلم عن البدايات، عندما طبعا في اتساع رقعة المدينة، في اتساع طبعا تواجد القطاعات الحكومية الأخرى، استهداف هذه المنطقة أو المدينة بالتحديد، الاتجاهات اللي عملتوا فيها واللي حرصتوا عليها من خلال عملكم كمرور يعني وممارستكم على أرض الميدان. سهل. بالنسبة طبعا تبوك مدينة تعتبر المدينة سياحية، نعم، كونها قريبة البحر، الشواطئ اللي هي على المحافظات حقل وضبع أملج الوجه، 4 محافظات كلها محافظات بحرية، إضافة طبعا كونها مدينة بها قوة عسكرية، ولذلك تبوك تعتبر يعني فيها كثافة حركة غير بسيطة. كان هناك تنسيق طبعا من فترة طويلة بين إدارة مرور منطقة تبوك مع عمال تبوك طبعا لتسهيل أو إعادة بعض الطرق التي تكون فيها إشكالية مرورية. طبعا اللي حضر لتبوك قبل سنوات ورجع لها الآن يلاحظ تغيير جذري، سواء في الكباري، الأنفاق، الجسور الموجودة الآن، أيضا اتساع الطرق وتزيينها بالمواقف. يعني عندنا طريق الملك فهد، عندنا طريق الملك عبد العزيز، الآن أصبح من بداية الطريق حتى نهاية لا يوجد أي إشارة أو أي تقاطع. أيضا كذلك الطرق الدائرية الآن تعتبر تقريبا 3/4 الطرق الدائرية الآن مكتملة. أيضا كذلك أيضا إيجاد الدوريات على المواقع اللي أكثر فيها اللي لا يمكن حلها حاليا في التقاطعات، متواجدة في الدوريات تسهيل حركتها. وما زالت إدارة المرور تعمل مع الأمانة لتسهيل وإعادة بعض المواقع التأهيل. نعم أستاذ، خلينا نتكلم في إطار ما يتعلق بالمرور. بصراحة احنا لاحظنا، يعني احنا نتكلم عن في خلال تواجدنا الفترة الماضية ومن خلال زياراتنا الماضية لمدينة تبوك، جهد تشكرون عليه، ولاحظنا حتى في تكثيف الآن تقريبا موضوع ساهر وتفعيله والأمور هذه، لاحظت هذا الشيء ولاحظت انه في تسارع في الوقت. طبعا الاخوان سواء في للامانه في كافه الجهات الامنيه تبذل جهود، الجميع من الجهات سواء الشرطه او غيرها لهم جهود ملموسه، وطبعا هو الامن اساس اي شيء. الامن اساس اي شيء، فمتى ما استطاع المجتمع ان يستشعر الامن ويستشعر تستطيع أن تنطلق إلى كافة أوجه التنمية. فتبوك عن هذا الشيء يمكن ما يبغاه بعض الناس، لكن من أوائل المنطقة اللي كان لساهر حضور فيها،
وللحق تحققت نتائج كبيرة في ضبط السير، في الحد من السرعة والتهور، وكل هذه الأمور طبعا تعود بالنفع للمواطن وسلامته. بالضبط. فما في شك أن الأخوان في الجهات، كافة الجهات الأمنية للحق لهم حضور ولهم تميز ولهم تميز في عملهم. طبعا احنا طبعا نستغل الفرصة هذه في موضوع ساهر، لأنه في كثير ما يدور في باله، طبعا مو موضوعنا في ساهر، ولكن احنا يعني نستغل فرصة لطرح معلومة أو إيضاح شيء ممكن للمشاهد الكريم من خلال الفائدة اللي ممكن ترجو من ساهر. متأكد أنه في أرقام كثير يعني انخفضت. صحيح، تبوك تعتبر من أول مناطق التطبيق تشغيل نظام الرصد الآلي. نعم. ساهر من عام 2010، وطبعا كان التركيز الأكثر على المواقع النقاط السوداء اللي تكثر فيها الحوادث المرورية، سواء من ناحية السرعة أو التقاطعات التي يحدث فيها تجاوز قطع الإشارة. طبعا تم وضع عدد من أجهزة الرصد الآلي على الطرق السريعة والطرق كذلك اللي داخل البلد اللي تكثر فيها حركة الأسواق، لمنع حوادث الدهس بعد مشيئة الله. كذلك عند الإشارات الرئيسية والتي تكثر فيها الحركة حتى لا يكون هناك تجاوز إشارة. ولا الحمد يعني انخفضت نسبة الحوادث بشكل كبير عن ما كانت عليه قبل عام 2010 بنسبة كبيرة وواضحة. صحيح. نعم. طيب نرجع احنا معك. طبعا انت تحدثت انه عندنا من 1407 ومن من تولي امارة منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان، متى بدأت بداية النتائج، بداية يعني انما يعني اكيد انكم عملتوا على فترة طويلة في من خلال التأسيس، بعد ذلك بداية الفعاليات، بداية المهرجانات اللي تستقطب مثلا تفعل السياحة وتفعل الحراك الاقتصادي داخل منطقة تبوك؟ خلينا مهد للموضوع. اول شيء تبوك فيها ميزة انه في انه الجغرافيا تتشكل فيها. إذا كانت الأخوان كثير يتكلمون عن السياحة البحرية، طبعا تبوك لها حوالي 660 كيلو على ساحل البحر الأحمر، في نفس الوقت هناك سياحة داخلية تتميز فيها، ممكن تحتوي فعاليات في فصل الشتاء من خلال الصحاري، من خلال المرتفعات الجبلية. طبعا في فصل الشتاء تنخفض درجة الحرارة ويصير هناك ثلوج، وهذه ممكن كل هذه تستغل كمقدرات وتستثمر. وحاليا احنا في تبوك على مدار العام عندنا نشاط ترويحي، نشاط سياحي، نشاط طبعا بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية وهيئة الترفيه وأمانة المنطقة والغرفة التجارية، الجميع يشارك في هذه المناشط. أما بالنسبة للنتائج، طبعا عادة إذا كنت تملك رؤية واستراتيجيات لك أهداف قصيرة وأهداف متوسطة وأهداف بعيدة، فأعتقد عشان تحقق نتائج تحتاج إلى بنية تحتية خاصة في المجال السياحي. والحمد لله كان يعني أنا أقول لك أنه تبوك حاليا لها نسب إنجاز مرتفعة تتجاوز 90% إلى 95% في مجال الصرف الصحي، في مجال المياه، الكهرباء يمكن 100% غطت جميع مدن وقرى ومراكز وهجر المنطقة، يعني في كافة المجالات الحق، والنسب يعني تتجاوز 90%، وهذا شيء تفتخر فيه المنطقة ودائما يردد سمو الأمير ويشير له، لأن هذه نتائج لا بد أن يلمسها الإنسان في كل مكان. والإعلام لا أخفيك يعني هو شريك رئيس في التنمية، يعني لا بد من إظهار هذا. وإحنا نجتهد إن شاء الله أنه بالعكس وجودك أنت يعني إن شاء الله من الأسماء اللي فعلا لها قدرها ولها إمكانية ولها فكرها، وإن شاء الله بيكون تواجدك أيضا في هذه المنطقة. على فكرة في شيء يميز هذه المنطقة هو إنسان هذه المنطقة، يعني الإنسان هذه المنطقة له حضور ثقافي، حضور تاريخي، له حضور في كافة المجالات
حتى في يعني هناك أدباء ومثقفين ومثقفات وأديبات، يعني في الفن التشكيلي حتى في المجال العلمي لهم تميز، حققوا نتائج وجوائز على مدار العام، وكان يلقون كل الاهتمام والرعاية من سمو أمير المنطقة. جيد، احنا بس نستاذك استاذ عبد الله، طبعا استاذ علي القحطاني واستاذ عبد الله البلوي النقيب عبد الله البلوي، طبعا نستاذنكم معنا فاصل قصير بنشوفه ونرجع لكم، ابقوا معنا. من جديد متابعينا الكرام في ليالي تبوك على الهواء مباشرة عبر القنوات السعودية الرياضية، نرحب بكم من جديد، وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ علي القحطاني المستشار والمتحدث الرسمي لعمارة تبوك وعضو اللجنة المنظمة، وكذلك أيضا النقيب عبد الله البلوي مساعد مدير السير بمرور تبوك، أهلا وسهلا فيكم من جديد. هلا. نبي نتكلم برضو أيضا عن الحدث اللي احنا متواجدين فيه، واحنا الآن في دورة تبوك الدولية الثانية، ودنا نتكلم عنها، وايضا في كذلك في مهرجانات مصاحبه لهذه الدوره والتي صاحبها ايضا تغطيه اعلاميه كبيره سواء كان من التلفزيون او الصحف، ودنا نتكلم عن هذا الحراك الاعلامي والسياحي والرياضي بتواجد البطوله. طبعا سواء دوره تبوك الدوليه الثانيه او المهرجان، طبعا هذا العام بلغ عدد المهرجانات في المنطقة ككل 20 مهرجان،
طبعا هذه المهرجانات تستثمر في مقومات في المقومات والإمكانيات الجغرافية اللي تنتشر في المنطقة، يعني الساحل بمقوماته، المناطق الداخلية كالديسة كتيمة كالمرتفعات، كل هذه يعني هناك استفادة من المقومات الموجودة في المنطقة. بالنسبة لدورة تبوك، دورة تبوك طبعا هذه فكرة انطلقت من صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان، كل يعرف يعني ما هو جديد أن صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان يعني ذو خلفية رياضية كبيرة جدا، وأيضا له جهود كبيرة في العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والشباب، فهذا مو غريب أنه سموه يضع استراتيجيات في هذا الإطار. دورة تبوك انطلقت من عدة سنوات، كانت الفكرة موجودة وكانت هناك الاستعدادات. طبعا الدورة تبدأ استعداداتها عادة من نهاية الدورة، يعني احنا ان شاء الله الاسبوع القادم راح نبدا نرفع التقارير لصاحب سمو الملك الامير فهد بن سلطان او اللجنه المنظمه او الجهود عن الدوره، ويدرس كافه جوانبها، وطبعا مع ملاحظه انه سموه وجه الاسبوع الماضي الى الاخذ بالاعتبار حتى الفرق انها تاخذ وقت راحه مناسب بحيث انها ما تلعب تستريح اليوم 24 ساعة فقط، ممكن 48 ساعة، إلى جانب التفكير الجدي إلى الاستفادة من إذا كان هناك آراء أو توصيات من اللجان المختلفة. بالنسبة لمهرجان الورد والفاكهة، المهرجان عدا كونه يعني يستقطب يوميا ما يعني بمتوسط 25,000 زائر، يحقق المهرجان فائدة اقتصادية، يعني المهرجان يوفر 500 وظيفة مباشرة، إلى جانب أن هناك 100 أسرة من الأسر المنتجة تشارك في المهرجان تستطيع أن تستفيد بتسويق منتجاتها. هذا جانب. الجانب الآخر، أنت عارف تبوك لها حضور قوي في المجال الزراعي عدا الجوانب الأخرى التاريخية والأثرية والهذا، فهناك زراعة تستطيع الشركات وأصحاب المزارع الصغيرة تسويق منتجاتها من خلال المهرجان. فهذه كلها طبعا تصب في الهدف الرئيسي اللي هو توفير فعاليات يستطيع المواطن أو بكافة شرائح المجتمع أن يجد متنفس يقضي في هذه الفترة، فترة الصيف. سمو الأمير قبل فترة الصيف وطبعا خلال جولاته المتكررة على المحافظات، سنويا يقوم بعدة جولات على المحافظات يلتقي المواطنين، وجه بتخصيص مواقع استثمارية للشباب في فترة الصيف تستفيد من المتنزهات، تستطيع طبعا تحت إشراف الأمانات والحرص على الجانب الصحي وهذا، وكل هذه الأمور عدا كونها متنفس ترويحي فيها فائدة للمواطن. يعني شباب تبوك يجدون من خلال هذه الفعاليات إمكانية أنهم يحققوا دخل، ممكن دخل إضافي إذا كان يعمل، أو طلاب الطالبات. ولا أخفيك سر أنه جميع اللجان اللي تعمل سواء في بطولة تبوك أو في مهرجانات جميعهم من شباب المنطقة واستفادوا كثيرا. عبد الله البلوي، ودنا نتكلمنا عن استعداداتكم للبطولة هذه وما قدمتوا لها من بدايتها إلى الآن. صحيح. بالنسبة حسب توجيه صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، كان هناك عدة اجتماعات للجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بتنظيم مثل هذا المحفل. طبعا فيما يخص الجانب المروري، طبعاً كان هناك الترتيب وتنظيم مميز لاستقبال الوفود أثناء وصولهم إلى مطار الأمير سلطان الدولي، تسهيل حركة لهم حتى وصولهم إلى مقر إقامتهم على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، كذلك انتقالهم من مقر سكنهم إلى
استاد الملك خالد، او حتى انتقالهم الى المواقع الاخرى، المهرجان، انتقالهم الى الزيارات، المواقع الاثريه. طبعا كان هناك تسهيل الحركه ابتداء من طريق الامير سلطان، مرورا بطريق الملك فيصل، طريق الملك خالد. جميع الطرق هذه كان هناك اي تقاطع او اي موقع يحتاج تواجد دوريه، كان هناك تواجد دوريات بشكل واضح وشكل مميز لتسهيل حركه انتقال هذه الوفود. كذلك تسهيل حركه الجماهير بانتقالهم الى الملعب. طبعا تم التنسيق مع الجهات الامنيه، وبخصوص كان هناك طبعا تنسيق مع الجهات الامنيه بهذه الخصوص. بالنسبه للمباراه النهائيه، طبعا كان هناك ان شاء الله استعداد كبير لهذه المباراه بمشاركه قوه من الضباط وافراد مرور المنطقه لتسهيل حركه انتقال الجماهير عبر ثلاث طرق مؤديه للملعب، وهي طريق الملك فيصل، طريق الملك خالد، كذلك طريق الملك سلمان، حتى وصولهم الى استاد مدينه الملك خالد. ايضا خروجهم من الملعب طبعا راح يكون الدخول عن طريق اربع بوابات، اضافه خروجهم طبعا كذلك راح يكون عن طريق نفس البوابات، اضافه طبعا ايجاد مواقف جانبيه للملعب حتى يتمكن الجماهير من الوقوف بالشكل الصحيح، كون الملعب يقع طبعا على طريق دولي او على طريق سريع، وايضا ايجاد نقاط تهدئه على نفس هذا الطريق لسلامه سواء المشاة او اصحاب المركبات اثناء انتقالهم. ممتاز. بس انا ابغى اعقب، مو يعني انصف الجميع، يعني للامانه هي بتوجيه صاحب السمو الملكي الامير فهد، هناك لجنه منظمه للبطوله تشترك فيها كافه الجهات، وهناك جهود جباره لرجال شرطه منطقه تبوك، رجال الدفاع المدني، كافه الجهات المعنيه لامانه المنطقه. طبعا هناك جهد ملموس من فرع وزاره السياحه والاثار، هيئه الترفيه، الجميع لهم جهود، ولذلك انا حبيت انه يكون ذكرهم حاضر في الحديث. بالعكس، في توجيهات معينه للجمهور اذا كان تحبون الان التوجهات للملعب؟ طبعا رحت في المحور اللي احنا كنا بدنا ناخذه بعد شوي، لكن بدات في المباراه النهائيه والتجهيزات والاستعدادات لها، ودي تكلمني اذا كان في توجيهات معينه تحبون توجهونها للجمهور او المتابعين، الطرق اللي يحبون يسلكونها، ممكن تكون يعني حبذا انها تكون من الافضل. صحيح، طبعا مثل ما ذكرت انه هناك ثلاث طرق تم تجهيزها لوصول الجماهير باسرع وقت بشكل منظم الى الملعب، طبعا عن طريق ثلاث طرق اللي ذكرتها، اللي طريق الملك فيصل، طريق الملك خالد، طريق الملك سلمان، حتى وصولهم الى الملعب على طريق الملك خالد. طبعا طريق الملك خالد يقع على طريق دولي اللي هو المؤدي الى دوله الاردن الشقيقه. طبعا تم وضع نقاط تهدئه حتى يسهل دخولهم الى الملعب كون الدوران للخط القادم من جهه الاردن. ايضا انا انصح الجماهير واكد عليهم طبعا عدم الوقوف في الجهه المقابله للملعب، لان هناك مواقف كافيه داخل الاستاد الرياضي باذن الله، اضافه المواقف بعد الملعب مباشره تقريبا تسع الى حوالي 2000 سياره. ما حدث انه كان في احيانا بعض الوقوف السيارات في الجهه المقابله ويتم قطع المشاة للملعب عبر طريق سريع، وهذا خطر طبعا عليهم. ايضا اتمنى من الجماهير اثناء انتقالهم الملعب التقيد بتوجيهات توجيهات الدوريات المروريه، اثناء انتقالهم التقيد بالاشارات المروريه، وعدم التجاوز او السرعه اثناء انتقالهم الملعب. وفي حاله الخروج، يعني حاله الخروج نفس التسهيل، جميع الطرق الثلاثه باذن الله مهيئه لانتقالهم وصولهم الى منازلهم. والله الله يجزاكم خير، اذا كان ضروري ننبه، لانه فعلا لاحظنا الطريق السريع اذا كان بيوقفون احد. طبعا انا بس ابغى اذكر واعلن من امس انه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان وجه بدخول الجماهير مجانا. اي، ولذلك انت تعرف انه ايام المباراه كلها هناك جوائز قيمه، هناك سيارات توزع على الفائزين من كل يوم تقريبا، فالجماهير راح اللي يحضر للملعب راح يستلم تذكره، والسبب انه عشان السحب على السياره بعد المباراه يكون برقم التذكره، فراح يعطى تذكره مجانيه، يعني سياره واحده في النهايه. نعم، هي على مدى ايام البطوله كان كل يوم سياره، وفي النهايه في سياره ان شاء الله. في دعوه
أهل تبوك ومن يرغب من حتى من خارج منطقة تبوك إلى الحضور، والجميع مرحب بهم وأهلا وسهلا بالجميع. جميل، احنا تطرقنا أبو محمد بدانا قبل شوي بالمحور حق النهائي والاستعدادات وش بيقدمون، يعطيه ألف عافية ويعطيهم ألف عافية كذلك لهم والجميع. ودنا تكلمنا عن استعدادكم للنهائي وما سيكون هناك إن شاء الله غير الجوائز والهدايا المقدمة للجمهور أو الحضور للملعب. طبعا الاستعدادات من قبل البطولة للحق، يعني من سواء من اللجان المنظمة حتى الشركة المنظمة. إن شاء الله في النهائي راح يكون هناك تنظيم يليق بالحدث ويليق بالفريقين. طبعا المباراة راح تكون برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان، وسيتشرف جميع اللاعبين بالسلام على سموه واستلام الميداليات سواء المركز الثاني وكأس البطولة للفائز المركز الأول. أتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله أنه طبعا البطولة عدا النشاط الرياضي أو نشاط كرة القدم تستقطب عدد من اللاعبين القدامى اللي كان لهم بصمة كبيرة في كرة القدم السعودية وحققوا نتائج سواء لاعبين أو مدربين. كذلك هناك نخبة من الإعلاميين المتميزين اللي مارسوا العمل الصحفي من خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء الصحفية أو التلفزيونية. الحمد لله يعني لمسنا منهم مشاعر جميلة، ووضع للضيوف برامج مختلفة يستطيعون من خلالها التعرف على تبوك أكثر. أقيمت هناك ندوة عن التعصب الرياضي، إضافة إلى أنهم عمل لهم برامج لمهرجان الورد للبحر. اليوم كانوا راحوا منطقة ساحلية منطقة شرم. ودنا نتحدث طبعا في طالما انه احنا وصلنا الى نهاية لقائنا اليوم ان شاء الله نبي نتكلم عن البطولة هذه. بصراحة انتم ابهرتوا وابدعتوا في عمل استقطاب قامات من الرياضة السعودية، وخاصة ناس لهم كانوا حققوا الامجاد للوطن بشكل عام. اهتمام سمو امير المنطقه بالشباب وعموم الشباب في البطوله، ان شاء الله وين بتوصل هذه البطوله خلال الاعوام القادمه؟ والله شوف، من يعرف سمو الامير يعرف انه الطموح ليس له حدود والتفكير مستمر والاراء مستمره. احنا ان شاء الله الاسبوع القادم نسعد بلقاء صاحب سمو الملك الامير فهد بن سلطان، يعني نستمد من سموه التوجيهات. وصدقني انه البطوله لن تتوقف عند حد معين، هناك افاق كبيره وطموحات كبيره لها. طبعا من الاهداف الرئيسيه أنه تساهم البطولة في استعدادات الفرق السعودية. أنت عارف الوقت، يعني احنا عند التخطيط لانطلاقة البطولة ناخذ في الاعتبار رزنامة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كافة البرامج الاتحادات لكرة القدم، والسبب أنه نحرص أنه يكون منها فائدة للأندية السعودية ومشاركة الأشقاء من الأندية العربية، ومن الممكن أن يكون لها أن تستقطب أندية عالمية. نعم، بدي نأخذك على كلمة أخيرة في عجالة، كيف انطباعكم أو مدى رضاكم عن ما قدم في هذه البطولة؟ الحمد لله اللي لمسناه من ضيوف البطولة ومن ما يعني لو ما تحقق إلا أنه تبوك تتردد على كافة وسائل الإعلام. يعني مثلا اليوم المباراة النهائية وردت ذكر تبوك من خلال 26 وسيلة إعلامية، وطبعا هذا ما معناه أنه نكتفي، يعني احنا نبغى تبوك تكون حاضرة بواقعها
يعني بشفافية صادقة، لا نحتاج إلى أنه يعني نجملها، هي جميلة بطبعها، بالضبط. جميلة بناسها، جميلة بقيادتها. فالحمد لله نهنيكم الشعور ونقول لكم طيب. عانكم الله ووفقكم الله وفالكم بالتوفيق ان شاء الله خلال ايضا الاعوام القادمه والمناسبات القادمه باذن الله، سواء كان على صعيد المنافسات الرياضيه او المنافسات السياحيه. انتم تملكون مقومات النجاح وبقياده سمو الامير فهد بن سلطان، دعواتنا لكم. كيف انطباعك بعيد عن موضوع المرور؟ طبعا اكيد حضور مثل هذه الفرق المعروفه، طبعا حضور مثل هؤلاء الاعلاميين النجوم، نجوم كرة القدم السابقين، كان له يعني شيء مشرف في هذه المنطقة. طبعا اللجان المنظمة الله يعطيهم العافية اللي رتبوا الترتيب المتميز هذا، وطبعا على رأس أمير المنطقة اللي كان حريص على استقطاب مثل هذه المهرجانات والدورات، وبإذن الله القادم أفضل. دعواتنا لكم بالتوفيق والشكر والتقدير للأستاذ علي القحطاني، المستشار والمتحدث الرسمي لأمارة تبوك وعضو اللجنة المنظمة، لتواجدكم معنا. كذلك ايضا الشكر والتقدير لسعاده النقيب عبد الله البلوي مساعد مدير السير بمرور تبوك، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه لتواجدكم معنا. الله يرحمه. ما زلنا وياكم متواصلين مشاهدينا الكرام في تغطيتنا على الهواء مباشره وفي رصد الاحداث اولا باول في ليالي تبوك وفي الاستديو المفتوح. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم في استديوهاتنا وليالي تبوك ومن تبوك الورد، مستمرين معكم على الهواء مباشرة. وفي ضيافتنا لهذه الليلة انضم معنا من جديد الكابتن واللاعب الدولي السابق الكابتن صالح الداود. أهلا وسهلا فيك. حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام، منورنا. وسعيد جدا أني أرجع مرة يعني في قناتنا الرياضية والتقي بجمهورنا السعودي والعربي، وسعيد كذلك ان يكون معنا برضه اليوم اخوي عبد الله. نعم، كذلك ايضا نرحب بالحكم الدولي السابق عبد الله القحطاني من المحاضر ومقيم الحكام والمحلل التحكيمي. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك اخوي خالد، مسي عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى العزيز صالح الله. الداود، ونحييكم ايضا اليوم ورد من ليالي. انا اللي زعلان منه اليوم. لا يا رجل، يعني قلت انا من امس نتكلم اني انا ابغى اروح المهرجان الورد. نعم. وجاب لنا الورد. لكن تفاجأت انه راح من وراي، لكن بشوف عوضني بباقة الورد. بكرة يمديك تروح. والله يمديني بكرة اتوقع. صح، بكرة قبل المباراة. ايوه قبل المباراة عندنا النهائي بكرة اخوي خالد، ان شاء الله بيروح. اني كنت انا اتمنى يروح والاجواء لطيفة شوي، لانه على الليل يكون المهرجان يعني. انه مصرفني خالد ولا لا؟ اي لا ادري. انت رجعت اليوم، رجعت انت من شرمة يمكن بدري صح؟ هو اختلاف الرغبة، هو يبغى سمك وبحر وزي كذا، وانا طموحي اشوف ورود وبس، يعني هو المشكلة فيه يعني. وشوف شلون قال لي صالح اليوم لا بتشوف الاجواء اللي هي البحريه، يعني يبغى يعني من ليش اللي هو انه لازم تروح هناك في البحر. صراحه كان منتجع حلو صراحة. ولا جاء صح؟ ولا جاء، لاني انا رحت العام فكان خلاص. ها لا والله ودي اني اروح اليوم، بس كان اليوم عندي اكثر من ارتباط. نعم. اللي نجهز المباراه بكره، كان عندي بعض زيارات لبعض الزملاء في اهالي تبوك، وكنت واعد اللي ماسك مهرجان الورود والفاكهه بتبوك اللي هو الاخ عبد الله الزهراني، ومن هنا نقدم له يعني خالص التحيه على الاستقبال، على الحفاوه. والله ما ادري هذه على ما على أدري. كل اللي اي واحده لك في المهرجان. والله ما ادري كلنا. لا يا شيخ، ما هو الورود. لا لا لحظه. اي والله. واعطاك هذه؟ قال لك هذه صالح داود ولا لي؟ قال اللي يبغى، واذا ما كفته نرسل له سياره ورود. سياره ورود؟ اي الله يكثر خير، بيض الله وجهك. وصلت الامانه تبوك الورد. شوف وصلت الامانه. انسى انسى. طيب خلينا نبدا نتكلم اهميه البطولات الدوليه المصغره لكم كلاعبين، وخاصه قبل بدايه الدوري. شوف يعني ما في لاعب بيبدا كره قدم الا من خلال يعني محطات. يعني انا بتكلم عن نفسي، انا من تجربه سابقه خالد كان فيه بطوله اللي هي المصيف، دوره المصيف. حلو. كان لها يعني بصراحه الشأن في هذاك الوقت، وكانت مميزه جدا في ابراز بعض الوجوه، خصوصا الانديه كانت تعتمد في منح الفرصه من خلال هذه البطوله دوره المصيف. صراحه الطائف. فقدنا ذيك كان في الطائف. فقدنا البطوله. نعم. جت بعدها اللي هي دوره الصداقه، وهذه فرصه احتكاك لاعبين. طبعا تتكلم عن المصيف يعني كان ابيض واسود. ما تقول لا يا ابوي، لا 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 عجلة تكبها حتى انت بعد تقلب علي اليوم. لا بس انها بطوله كانت يعني صراحه يعني الفرق كانت ترغب المشاركه فيها، اللاعبين الصاعدين كانت فرصتهم هذيك الدوره صراحه. جيد. بعدها جت كتعويض لها صراحه اللي هي دوره الصداقه. نعم.
الصداقة والنخبة. نعم، لكن في الفترة الأخيرة هذه اللي هي السنتين الأخيرة هذه بصراحة دورة تبوك شفنا العام وشفنا التطور اللي صار في هذا الموسم، وصدقني في الموسم القادم إن شاء الله أنا يعني متفائل بتكون الدورة أقوى، حتجي الأندية هي اللي بتقول لك أنا اللي أبغى أشارك، تبحث عن صحيح صحيح من اكتساب السمعة، السمعة الإيجابية خصوصا. شوف يعني إذا كانت الدورة تجد اهتمام وتجد يعني بصراحة دعم من قبل يعني المدينة المستضيفة لهذه الدورة، فأنت تتكلم عن صراحة رجل رياضي سمو الأمير. نعم نعم الأمير فهد السلطان يعني صراحة يعني رجل كنا نعرفه وإحنا لسه ما بعد دخلنا مجال كرة القدم أو كلاعبين، نشوفه عن منتخبات ما شاء الله في هذه الفترة، فما بالك الآن هو يعني يكون مهتم وراغب ان يكون هناك تواجد للانديه السعوديه واللاعبين السعوديين حتى على المستوى العربي، وانا ان شاء الله متفائل حيكون على المستوى الدولي يعني ان شاء الله في السنوات القادمه في ظل هذا الاهتمام من قبل سمو الامير فهد باذن الله. خلينا ننتقل للحكم عبد الله، الترتيبات اللي تقومون بها كلجنه حكام للبطوله. طب لو تسمح لي بس اعقب على ما انتهى منها الاخ صالح. طبعا هو انت ما انت مخليه في حاله، انا عارف انا اسد على كل الكلام اللي قاله، ولكن قد يكون التحدي الاكبر لاقامه مثل هذه الدورات انه كيف تستطيع جذب الكل الى منطقه يعني خصوصا في هذا الفصل، وتستطيع ان تقيم فيها بطوله. يعني بعطيك برجع شويه، احنا اقمنا ثلاث بطولات نخبه في ابها. نعم. كلنا نعرف ان ابها مهيئه على مستوى الاجواء لاستضافه مثل هذه البطولات وتوافد مثلا المصيفين في ذلك الوقت. في جزء من زي ما تقول من النجاح كان امامك. تبوك هنا يعني هنا التحدي الاكبر انك تجذب الناس المنطقه زي تبوك وفي موسم او في وقت صيف وامامها التحدي الاكبر، كل الاشياء وكل العوائق وكل الظروف يعني تزول بمجرد انك، وهذا الكلام انا اتمنى ما يحسب مجامله لكنها حقيقه ما راح اخفيه على اساس لا يقال اني اجامل، لا لابد اني اقولها. لا 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 لا. لكن اللي اذاب كل الاشياء ذي انه لما تعمل دوره في منطقه يقف على هرمها يعني احد رواد الحركه الرياضيه السعوديه، مو فقط من المحسوبين على الرياضه، لا احد روادها بالعمل في المنتخبات كعمل كنائب رئيس اللجنه الاولمبيه في فتره من الفترات ومع مين؟ مع الامير فيصل بن فهد رحمه الله عليه، حلت لنا جزء كبير. هذا على جانب، على جانب الاشياء اللي قدمها عندما تاتي الى منطقه زي تبوك او مدينه زي تبوك ويقدم لك كل التسهيلات اكثر مما كنت تتوقع، هنا زالت الصعوبات، لذلك اصبح الجذب. انا جاي من البطوله العربيه، قبل اجي من البطوله العربيه في مصر كان الحديث عن بطوله تبوك انها راح تسحب الاضواء، راح تسحب النجوم، عندما يحضر عندك تقريبا 40 الى 5 نجم رياضي واعلامي وبهذا العدد في هذه البطوله، يعني بالفعل كان المنظمين يعني في او حديث المنظمين او الاخوان اللي نقابلهم في مصر انه راح تسحبون الاضواء لتبوك، وهذا ما حدث. نتكلم عن 40 50 نجم اعلامي وتلفزيوني ورياضي، اضافه الى النجاح نقول ان شاء الله المبهر والمستوى الفني اللي ظهرت فيه المباريات التي أقيمت، المستوى التصاعد المباريات، قوة الفرق، نوعية الفرق، الحضور الجماهيري. لما نتكلم عن مباريات يعني وكل تذاكر الملعب تنفذ، إضافة إلى أنه تم إنشاء مدرجات إضافية، كل العوامل هذه ألغت العائق وأصبح بالعكس سهل. يعني إذا الحين أنا ما بكون معك صادق، لو يخيروني بأي منطقة الآن وعلى الإمكانيات اللي قدمت لنا من تبوك راح اكون تبوك بالنسبه لي خيار اول، وليست مجامله. وظفت المنطقه الجغرافيه، وظفت الامكانيات جدا. يعني الحراك اللي في البلد صاير لما تلتقي بالناس فعلا تحس ان في شيء، يعني تحس ان في يعني مناسبه موجوده في البلد، بعكس لو اقيمت في احد المدن الكبيره ممكن هالاشياء تذوب وسط الزحام، وسط الاشغال، وسط مثلا الفعاليات اللي موجوده. لكن هالفعاليه عندما تتصدر هالمشهد ويكون معك الرجل الاول في المنطقه، انا اقول لك اي خيار انا اتوقع للجنه المنظمه سابق ان لم يكن اعلى من الامكانيات المقدمه من تبوك ما راح يقبل. اليوم الكابتن صالح كيف كان انطباعك عن المنطقه اللي زرناها؟ والله شوف انا بصراحه من نزلت من المطار
انا كان لي يعني زياره قبل كذا زرت تبوك قبل كم؟ كان لي زياره مرتين. قبل كم يعني تقريبا اخر واحده يمكن قبل 5 سنوات. نعم واحده قبل يمكن 10 سنوات. خلينا نتكلم على 5 سنوات. بس صراحه انا شفت في تغير كبير جدا والله جدي خالد من نزلت المطار. يعني بدأت اسال اللي كان معي اقول كيف هذا وش يعني انبهرت بامانه من التطور الكبير جدا في مدينه تبوك. انت قاعد الان خطوه ثانيه لليوم يوم رحنا للمنتجع يا رجل كل اللي معي يتكلموا ان هذا المنتجع بصراحه يعني هو طبعا حديث مو قديم. نعم. لكن اعتقد في السنوات القادمه والقريبه جدا حتكون منطقه هنا سياحيه بشكل كبير. كل شيء مهيئ بصراحه. يعني اليوم كلنا يعني كلاعبين سابقين يعني واعلاميين صراحه استمتعنا جدا بهذه الرحله. ليش انا اقول لك ابغى احضر مهرجان الورود؟ سمعت عنه كثير كل الشباب يتكلمون حمسوني اني ابغى اشوف هال. هو متى يقفل تقريبا؟ هو يقول لك مهرجان 10 لا اقصد يعني في الليل يعني انت الساعه 12 ولا الى واحده تقريبا؟ تقريبا الى 12 بس على ما خروج الزوار وهذا ممكن يمتد الى واحده يعني بتسهيلات من ال. انا قلت انا بقول لك شوف الظروف هي اللي حدت اني ما اجي للدوره. يعني جت ظروف صعبه علي وللزملاء في المنظمين بصراحه يعني كانوا مهتمين جدا متواصلين. لكن اتمنى ان شاء الله بكره يحصل لي ان شاء الله باذن الله الشرف اني يعني احضر هذه الفعاليه. انا متحمس جدي خالد ابغى اشوف هالمهرجان. بعد تكلموا عن المزرعه نعم نعم في مزرعه فيها الفواكه وهذه والله فرصه. يعني انا اعتقد انه اي سائح بيجي في منطقه تبوك في الايام القادمه صدقني بينصدم زي ما انصدمت انا في خصوصا سواء في المنتجع اليوم والحلم بالنسبه لي المناطق السياحيه الموجوده يعني البحر والاماكن والمناطق التنوع البيئي اللي موجود في المنطقه يعني بالضبط جغرافي في صحراء في جبال في بحر وهذه ميزة. وترى انت رحت المنطقه الان مكان واحد في اشياء مختلفه تماما عن الموضوع. بس معلش وهقوني هم في الزياره السابقه ايه ودوني في جبل اسمه جبل لوز مدري جبال كذا ورمل احمر يعني منظر. بس ايش كان في هذيك الزياره كان اللي بالسوق فينا صراحه وجاب لي الرعب كان يمشي ب 200 ما استمتعنا بالرحله. اتمنى يتصل علي قلت ما لا 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 تجيني ولا شيء مستعجل بيلحق ولا شيء. اي والله هو طبعا هو يعني كان زميل لي في جريده الوطن اخوي عبد القادر العياد بلغ عليه الحين وبياخذ على طول والله ترى ماشي ب 200 وخلاني ارتاح في تبوك. طيب خلينا نرجع مره ثانيه لموضوع التحكيم. نعم الترتيبات اللي قمت بها كلجنه طبعا في البدايه طبعا الترتيبات بدات ليست الكلمه الروتينيه انه منذ نهايه الدوره الاولى لكن بالفعل يشهد الله انه من نهايه الدوره الاولى تم يعني رصد الايجابيات او المكتسبات اللي حدثت في البطوله الاولى من قبل اللجنه المنظمه اللي هو الاخ علي الرماح والاخ غانم القحطاني وانضم لنا طبعا الاخ حسن القحطاني. وبدينا يعني نعزز الايجابيات اللي وجدت في الدوره الاولى والملاحظات اللي سجلت علينا او احنا لاحظنا ان فيها قصور بدينا العمل لها في وقت مبكر وهذا اسعفنا الوقت اعطانا مده طويله لي يعني دراسة الأشياء ذي والتخطيط لها ومن ثم التنفيذ على مراحل على حسب الوقت اللي تطلبه كل يعني مرحلة إلى أن وصلنا إلى اللي هو المراحل اليومية للبطولة. الجانب اللي مثلا كنت معني فيه بشكل أكبر اللي هو التنسيق لحكام البطولة والمباريات البطولة فيما يخص إقامتها على أرض الملعب حاليا. طبعا بدأ يعني التنسيق بوقت مبكر تم مكاتبة لجنة الحكام بخطاب رسمي من اللجنة حصلنا على الموافقة وصلتنا أسماء الحكام وهم لا زالوا في معسكر الحكام في أسبانيا. رتبنا الحجوزات حددنا الأشخاص المرافقين للحكام واخترنا نوعية الأشخاص بحيث أنهم يكونون يعني على الأقل من أبناء المنطقة اللي هم الحكام بغيت تخبر الخصوصية اللي عليها الحكام في التنقل في يعني حتى الحديث اللي يدار في الأخطاء اللي تجي إلى موضوع السكن. يكفي الانطباع اللي أنا يعني وانا استقبل الحكم وانا اودعه يقول يا ليت ما يقدم لنا في هذه البطوله يقدم لنا نصف للاتحاد السعودي. وهذه ليست وانا مسؤول عن كلامي والحكام يعلمون. لا من ناحيه ترتيب التذاكر لاول مره اتوقع للحكام انه يحدث انه يجيك رساله هذه تذكرتك.
طلبنا منهم المواعيد المقترحة لهم والمفضلة، سوينا الحجوزات برغبتهم من كافة مناطق المملكة، حددنا الوقت، حددنا من يستقبل، حددنا السكن في مكان بعيد عن الوفود كاملا. تنقلاتهم وزياراتهم داخل تبوك كان معهم مرافق برضو أيضا من زملائهم، يعني استعنا فيه بحكم قربة من الزملاء، ومونتهم على بعض إلى صرف مكافآت المباراة أن نصرفها قبل بداية المباراة. وأنا يعني أعي تأثير مثل هذه الأشياء على حكم المباراة. نقول إن شاء الله أن البطولة ظهرت إلى حد كبير يعني جيدة تحكيميا، عدا بعض يعني الهفوات اللي حدثت، وهذه يعني زي ما تقول قدر التحكيم انه 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 انه, إنه مربوط بالاخطاء. يمكن لو شفنا ما حدث في البطوله العربيه نقول احنا في نعمه، ناهيك ان هذه من اجمل الاستعدادات لحكام كره القدم. عندما قبل بدايه الدوري السعودي تحكم بطوله بهذا الحكم بهذا الحجم حجم. وتدير مباريات منها العيار، اضافه الى وجود ثقافتين داخل ايضا البطوله، الثقافه الافريقيه الكرويه والثقافه الاسيويه، واستطاعتك انه التحكم في طبيعه الالتحامات، في تقديرك لقيمه الالتحامات الموجوده، ومن الظهور وفي الاخير الظهور بقرار يعني مقبول من الجميع، هذا تجربه جيده للحكام، لعلها بعيدا على ما قدم لهم يعني من امكانات على الجانب الفني كانت مهمه لكل حكم. يعني لما يطلع الحكم المباراة يقول فعلا أنا أدرت مباراة قوية، تتكلم عن لما يتقابل اتفاق واتحاد ولا صفاقسي وشباب، أنت تتكلم كأنك يعني أمام بطولة عربية يعني بالمستوى الرسمي، ناهيك أنه كل الأندية حاضرة بإيش كامل تجهيزاتها. يعني مثل لو أخذنا على مثال، لو رجعنا للخلف شوي، البطولة العربية بعض الأندية لم تشارك بالصف الأول، بينما هنا كل الأندية اللي حضرت بالصف الأول، بل باللاعبين الاساسيين اللي ممكن يبدؤون فيهم الموسم. شفنا قوه المباريات، الاتفاق، الاتحاد، الصفاقسي، الشباب، إسماعيلي. الوطني، الاسماعيلي، تتكلم عن تنافس في الملعب. يعني احيانا يعني النتيجه يعني يكون عندك احتمال معين للمباراه وتلقى احتمال ثاني، وهذا يعني انه الملعب هو من يعني احكم او حكم المستوى الفني وافق ايش وجود التحكيم. يعني اوافق كثير من قرارات، انا يعني لا انفي الاخطاء اللي صارت في بعض الاشياء، ولكن نقول إن شاء الله انها إن 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 انها في في الجزء الاقل يعني من من مستوى الاخطاء. يكفيني الانطباع اللي اخذ عن مباريات البطوله، حتى التنظيم داخل ارضيه الملعب. اخوي خالد، اما تدخل عن دخول منظم وخروج منظم للفرق، عدم وجود تجمعات، عدم وجود اشخاص ليس لهم داعي في الملعب، ترتيب المصورين، ترتيب يعني القائمين على القناه الرياضيه داخل الملعب، السيطره على مثل هذه الاشياء، الدقه في التصاريح. يعني حتى بالنسبه لنا كانت يعني تجربه عاليه على مستوى التنظيم، اني انا استطيع انه من ينزل مما ينزل، بينما احيانا في بطولات رسميه تخضع للمجامله وتضطر. يعني شفنا كثير من المناسبات الرسميه، وانا اقصد اللي تحمل الطابع الرسمي بالرغم ان هذه تحمل الطابع، ولكن اقصد المصنفه للاتحادات وزي كذا، تلاقي فيها حضور وتواجد وكم من الاشخاص ليس لهم داعي. بينما لو تاخذ الصوره اللي تظهر من التلفزيون وتغطيه المباراه، تلاقي على الاقل فيه حد كبير من الانضباطيه في التواجد. وهذه طبعا سبقتها اللي هو الترتيبات، حصول التصاريح، التعاون اللي عمل منظم. نعم، اللي لا يقدر بثمن من رجال الامن في المنطقه، ومن زميلنا طبعا اللي هو الرائد احمد الزهراني وزملائه ومدير الشرطه والاشياء، ولكن يمكن الشخص هو اللي كان لصيق لنا في الملعب، اضافه الى كافه القوات، قوات الطوارئ، المرور، الدفاع المدني، يعني تعجز من تشكر القطاعات الحكوميه. نعم، انا اعلم انهم ما يستنون هالشكر منا ويدرون انه واجب لهم، لكن بالفعل ما يقدم لنا في هذه البطوله قياسا بما يقدم في حتى تنظيمات رسميه، انا والله انا اقول ما وصلنا للنص التنظيمات الرسميه. ذكرت ابو زياد اللي هو موضوع المنطقه، وعدت كثير من القطاعات انه كانت ساهمت بشكل كبير في نجاح البطوله الاولى والان امتداد لها البطوله هذه. لكن شوف يا خالد، انا بالنسبه لي انتظر اللي هو بكره ان شاء الله كيف بيكون دور الجمهور في تبوك بصراحه. ليش؟ هو لابد يشارك في نجاح البطوله، لا تناظر الانديه. يعني انت كمشجع فرض الاتحاد او للشباب او لاي نادي الاتفاق، انت بكره دورك لا البطوله عملت المن. ايوه، انت كجمهور تبوك هو مطالب بالحضور بكره. ليش؟ حتى يوصل رساله
سواء او يدعم المنظمين بانه نبغى الانديه مره ثانيه تجينا في تبوك السنه القادمه. مهم جدا. وفي معلومه قبل شوي انه الدخول مجانا. صحيح. وحيعطى للجمهور تذاكر حتى يكون في سحب على السياره. نعم في نعم كل كنا نتناقش اليوم سيارة في نعم في الباص. نعم هم يستاهلون، واعتقد حتى لو ما في جائزه هم بيجون الجمهور بالنسبه لتبوك. ليش؟ متى يتواجد عندك لاعبين المنتخب السعودي او نجومك اللي تحبهم او بعض الانديه اللي يعني تتابعها في الدوريات العربيه، انت بتشوفهم قدامك على الطبيعه في تبوك من خلال هذه الدوره. وان شاء الله مستقبلا يرجع الوطني ويرجعون الانديه اللي في تبوك للمنافسه في الدوري الجميل. لكن انا اليوم كنا نتناقش في الباص، في ناس متخوفه، في ناس تقول لا جمهور تبوك يحب يتابع المباريات بيجي. يعني صار في اليوم اخذ عطاء. انا انتظر بكره دور الجمهور، لان رسالته حتكون واضحه جدا في حضوره، وحتى في نادي برضه سعودي حيشارك بكره اللي هو الاتفاق. نعم. حاجتهم. انا اقول بكره خادم بسوي تحدي مع الجمهور، بقول كم العدد، ممكن تقترحون عدد وانا بتحدى بعدد. كم العدد في الكراس يعني؟ شوف عطفا على العام والسنه دي انا متفائل بشكل كبير. العام يمكن الفرق كانت اربع ويعني وكان اثنين خارجيه وكان في حضور جماهيري. انا متفائل جدا لسببين. اول شيء لازم لنعوده، اول شيء توجيه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك بدخول الجماهير مجانا. ناهيك عن الجائزه اليوميه اللي تقدم للجمهور، ناهيك عن الاحساس الرياضي اللي موجود في المنطقه، ويكفينا ما نشاهد من الجماهير الموجوده خارج الفندق عند يعني ذهاب الفرق وعودتها. يعني هذا اكبر دليل، رغم انها البطوله مقامه في صيف قد يكون الناس يعني مسافرين، ولكن الحضور بالنسبه لي مقنع كثير. ولكن زي ما قال صالح، يحمل الجمهور مسؤوليه ايش؟ الحضور فعلا الملفت واللي بالفعل ان شاء الله يساعد على استمرار الدوره. لانه اصلا الرياضه وضعت لمن؟ للجماهير. يعني رياضة بدون جماهير ليست رياضة. لو تحط الناس في صالة وتقفل عليهم فقدت قيمتها. كنا نحكم احنا وكنا حكام، لسنا طرف في المباراة كفرق، وكنا يعني نستانس من وجود الجمهور. وانا حكم يمكن حتى يختلف ادائي في ظل وجود جمهور. كلنا ناهيك عن اللاعب. اللاعب لما يحضر هالدعم ويشوف هالجمهور ويسمع هالاهازيج ويسمع اسمه يتردد، يعني عالم ثاني. هذا مكسب الكرة بعيدا عن الاشياء المالية. يمكن صالح ما لحقوا على هذه، كانت متعتهم في هالجمهور وانه يسمع صوته في المدرج، ولا واحد يهتف باسمه، ولا زي ما تقول يتغنون بذاك النادي ولا الاخر. حتى اخوي عبد الله، انه الان انا كلاعب او كمدرب بختار هالبطوله، وبتسهل يعني بتسهل مهمه الاخوان في اللجنه في استدعاء بعض الانديه من خلال نوعيه هالبطوله. وشي هل البطولة باهتة؟ يعني مبارياتها ترجع إلى المستوى اللي هو نسميه ودي، أو فيها روح تنافسية؟ هذا السؤال أبغى أسألك من الناحية الفنية. أي نعم. كيف وضع الدورة هذه من النواحي الفنية؟ إضافة إلى أنه تكلم عبد الله قبل شوي في موضوع يتعلق بالحكام ومجاراته في المباراة. يعني مثل هذه المباريات ما فيها حساب، يعني ما يعتبر الحساب فيها قاسي لأنه ما هي بدرجة. لا أتكلم عن انه لما يكون العتب الزايد من الجمهور على الحكم، فممكن الحكم يطبق القوانين، يحاول يكسب الثقه الزياده من خلال هذه الدورات. هي جت البطوله في نهايه مرحله الاعداد بالنسبه للانديه. الانديه دخلت في ما نقدر نقول في فورمه ممتازه، لا هي في فورمه متوسطه. هنا يبغى المدربين يحرصون على خوض مباريات قويه فيها روح التنافس، ما هي مباراة ودية زي اللي تصير في المعسكرات الأوروبية. يا جماعة الخير، ترى هنا يعني يلعبون مع في أوروبا خصوصا يلعبون مع فرق شركات تجمعات. تلقى المباراة منتهية بثمانية صفر سبعة ما أدري إيش. هنا يوم أقول لك ليش الجمهور له تأثير، كأنه بدأ الموسم من خلال هالبطولة. لابد اللاعب يدخل من خلال دورة تبوك، يدخل كمدرب برضو يضعف في المنافسة من هذه البطولة. لا تقول يا خالد انه ما في محاسبه، لا، بعض اللاعبين ممكن تطير خاناته من خلال هذه الدوره، ما يلقى المركز. انا كنت معلق على ناحيه الحكام، انه حتى الحكام العام الماضي تاثروا ايجابيا وسلبيا ببطوله تبوك. بعض الحكام
كان اللجنة لديها نظرة معينة من الحكم هذا يتم الدعم فيه، وقعت منه أخطاء في البطولة السابقة أثرت عليه في الدوري. خليني أكون معك صادق، وفي حكام أعطوا زي ما تقول مؤشر جيد لوضعهم. بالعكس يعني تخيل المباراة دي أعضاء اللجنة جو حضروا كلهم وبيحضرون بكرة، ما في اهتمام. يمكن في الدوري ما يحضرون أعضاء اللجنة كامل للمباريات، إنما حضر هنا عدد كبير من أعضاء اللجنة وبيحضرون بكرة. بالعكس الحكام ذي الحين هو يبغى يعطي زي ما تقول إشارة واضحة للمستوى اللي وصل إليه، ناهيك أنه اللياقة البدنية والمستوى الفني اللي يأخذه في الدورات والمحاضرات والاختبارات البدنية، المحك الملعب اللي التحركات، زوايا الرؤية، القدرات، طريقة التعامل مع اللاعبين، المباريات التنافسية. أمس يعني المباراة اللي قبل صار فيه تشابك، المباراة اللي أمس صار فيها تشابك، بالعكس مباريات من الطراز الأول فنيا. أضف إلى ذلك نوعية المباريات، يعني أنا لو مثلا أطلب الإفريقي التونسي الصفاقسي التونسي يحضر، ولا الإسماعيلي، ولا أني أطلب الاتحاد أو الاتفاق أو الشباب وديا قبل الموسم، يمكن ما يفقل لك لأنه ما يبغى يكشف قدرات. هنا ألتقى فيهم مجبرا في البطولة، يعني لو تطلب الصفاقسي يجيك من تونس أو تروح له ممكن يقابل التكلفة، التكلفة كم؟ نعم تكلفة، ممكن ما يجيك بكامل لعيبة، يمكن عنده استعداد. لو تقول للاتحاد والاتفاق سووا مباراة ودية قبل الموسم، من النادر، يمكن يعرف صالح أو الشباب والاتحاد تعالوا العبوا. هنا في البطولة تقابلوا بكامل نجومهم، يعني حتى أداء الوطني مستحيل يكون هذا أداء الوطني في الدرجة الأولى. ارتفع الرتم، حضور لاعبين محترفين زي الحسن كيتا وبهالقدرات، والمدافع الأجنبي إضافة إلى أبناء النادي اللي هم المحليين. مستحيل انا اقول على مستوى الوطني اللي لعب فيه، لو يستمر الوطني بنشوفه منافس السنه الجايه، لكن اهميه الدوره اعطتها الارتفاع. قد يعود الدوري الدرجه الاولى وينزل مستواه ويتساوى مع باقي الفرق، لكن هنا تغير. نتكلم عن مباراه مع الشباب 2-2، بعدين حسمها في الوقت، بعدين مع الصفاقسي انهى الشوط الاول بهذا التماسك، الشوط الثاني فقد النتيجه. انت ما تكلم عن الثقافه ذي اللي قاعده تتعامل معها الفرق في البطوله، يعني تعطيك أهمية البطولة بعيدا عن ما يقال أنه والله هذه ودية وما ودية. لا أنت تتكلم يعني لما توصل مباراة تنتهي وأنه فيه نفسيات وفيه شد وعصب، ثق تمام، ما هي مباراة حبية. هي بس أنا خالد الأخوان في اللجنة المنظمة أنك ترتب هالأندية أنها تكون في زمن معين موجودة، ترى شيء مو بسيط، مو بسيط، وفي شروط. اوقات يقول لك بجيك بالرديف، اوقات بيقول لك انت تتكلم على تجهيزاتهم حتى يصلون لين عندك، انت تتكلم على خطوط طيران، تتكلم في جهد كبير جدا، تاشيرات الدخول اي نعم، مو سهل. البعض يمكن يقول والله جمعوا، لا مو جمعوا فرق، انت تتكلم على اخوان في لجنه يقدمون رزنامه لهم في دوره، في دوره تبوك، ما يدرون ايش اللي قاعد يصير في المسابقات في الموسم القادم، ما يدرون الدوري متى يبدا في السعودية، في تونس، في مصر، ضبط الوقت بالنسبة للدول المشاركة. هنا الصعوبة، وهذا الشيء اللي نتمنى إن شاء الله يعني تكون رزنامات البطولات كلها يعني موحدة وقريبة. ليش؟ لأنه أكيد كل نادي شارك في دورة تبوك له ملاحظات. ترى هم أوكي سعيدين بالمشاركة، بس أتكلم على المستوى، على المستوى البدني للفريق أو الفني للفريق، ترى صعب جدا أنك تخوض مباراة بعد يوم. ممكن الملاحظات هذه تتقبلها اللجنة، تعدل منها للمستقبل. احنا نبغى البطولة تستمر، ما نبغى تكون تجربة زي بطولة الصداقة زي ما ذكرت لك ومصيف وتقدم شيء جميل ثم تختفي. لا، نبي استمرارية. يعني صراحة مدام قلنا موجود صراحة رجل رياضي هو على رأس الهرم هنا في تبوك الأمير فهد بن سلطان، أنا متفائل أن البطولة هذه يعني بياخذون الاخوان اللي هي الملاحظات، ما ابغى اقول سلبيات، ملاحظات، وانه يكون في تعديل. البطوله لازم يكون لها وقت اطول، نبغى فرق اكثر، نبغى بطوله تكون مفيده، ما نبغى بس تنشيطيه، لا انا ابغى تنافس، ابغى تكون فيه، عرفت يعني، يطلع الفرق هنا الفوز بهذه الدوره يكون. نعم المنطقه قدمت صراحه يعني امكانيات ما كنا نتخيلها للامانه. غير كذا يا اخي، انت لما تتقابل مع امير المنطقه 3-4-5 مرات خلال فتره 7 أو 6 أيام، يا اخي في مناطق ممكن انه وكيل الاماره ما تشوف. خليني اكون معك صادق، يعني وتقابل واحد مو اي شخص، ولا هو زي ما تقول الشخص الحديث على الرياضه او على حتى على الاماره او على الاشياء ذي، كبر سن، كبر تقدير، كل الاشياء ذي، يتقابل مع الضيوف يعني اكثر من 5-6 لقاءات،
ترى هذه يعني يعني ما الناس يعني انا اتمنى انهم يعون وش يعيننا او يعنينا هالموضوع. هي رساله وصلت الرساله اعتقد. صحيح يعني انا اقصد لما يتقابل مع الضيوف على مستوى ممكن ضيف واحد وعلى مستوى 40 ضيف يخصص وقت وجهد منه رغم يعني الالتزامات اللي تخص المنطقه ويعطيك هالوقت يا اخي بالنسبه لنا يا شيخ نشتغل مجانا. من جد اي شخص بتقول له تعال اشتغل في بطوله تبوك يقول انا اشتغل مجانا. يعني يعني التقدير ترى بالنسبه لنا يعنينا كثير بعيدا عن تعبنا عما يقدم عما هذا التقدير هذا يخلق المستحيل. يعني عبد الله عطني عطني دوره عطني مناسبه بصراحه اجتمع فيها هذا الجيل. صحيح والله العظيم اقسم بالله اول مره قابل الكابتن سمير عبد الشكور شايع النفيسة شايع النفيسة اول مره قابله في حياتي صالح خليل الزيان اليوم اخذ في السناب بسوي دعايه للسناب ها ايه ما صورت عبد الله شو الحمد لله ما جمع إيه كان سحب إيه. ف والله يعني اللي يعني التجاوب اللي شفته انا معجبين بهذا التواجد كيف خليل كابتن خليل الزيان والكابتن ناصر الجوهر والكابتن حمود السلوى والكابتن سمير عبد الشكور والكابتن محمد عبد الجواد عمر بخشوين عمر بخشوين كوكبة نجوم على فكره اعلاميين صحيح اعلاميين ولعيبه جو ولعيبه راحوا يعني حراك هنا ما شاء الله اضاف الى الاعلام المصري الاعلام التونسي صحيح. تواجده انا اقول لك في دخلوني قنوات الناب دخلوني في نعم. الجروب يا خالد يا هم مزعجين ذا اللعيبه ما توقعت ان اللعيبه مزعجين القدامى هم المزعجين اكثر من اللي هم المعتزلين يعني جدد زيك يعني ما شاء الله في الجروب يعني الاعلاميين انا تفاجات في مجموعه كانت موجوده هنا وراحت صحيح يعني قالوا لي سعيد اوران قاعد يضبط الكبده من وين اليوم يسالوا عنه خلاص عبد الجواد بالضبط يعني شوف اقول لك يعني إضافة للمدربين والوطنيين ما حد يعني طبعا يحسب كلامنا انه مجامله وانه محسبين على الدوره لا 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 اراد لا لا ان يعني يرى هالحراك يجي تبوك يعني وياخذ الاجابه احنا زي ما تقول نقولها بشهاده أمامه. بشهاده يعني صادقه انه اللي قاعد يصير في يعني انا اول مره اجي للبطوله بصراحه شيء تفاجات منه من حضور اعلامي من حضور من اللاعبين من التفاعل من اللجان المنظمة ولا هو أي إعلامي أنت تتكلم عن بعضهم صفوة الإعلام نعم وأقصد نعم. لهم أماكن لهم مراكز لهم اكسبيرينس عالية في الصحافة في اللاعبين تتكلم حتى عن الصحف عن سواء المقروء أو المرئي أو المسموع الدورة أخذت صيت وليس للمجامل لجودتها أو لقيمتها الفنية العالية أنا أبي أنتقل يعني زي ما تكلمت تو قبل شوي في موضوع ركائز النجاح لإنجاح مثل هذه الدورات تعتمد على ماذا؟ هي طبعا أكيد تعتمد في المقام الأول على المسؤول في المنطقة نعم ودعمه لحماس هذا الشباب يعني الآن أثبت صراحة الأخ غانم القحطاني والأخ علي الرماح والأخ حسن القحطاني أنه متى ما وجدوا الدعم والتشجيع بيقدمون لك هذا المنتج فهذه رسالة وصلت نعم. انه عندنا الشباب المتحمس والقادر قلت لك يا خالد من الصعب جدا انك تجي يعني بصراحه تحضر هذه الفرق في هذا الزمن وفي هذا التوقيت وبالنجوم صعب جدا والضيوف نوعيه الضيوف اضافه الى نقطه معلش عشان ما انساها عشان ننسى دائما انسى موضوع اللي كانوا يتكلمون عن الدور شو نسميه احنا الدور الانسان الدور الاجتماعي للاعيبه اللاعيبه القدامى اول كانوا يتهمون اللعيبه بالتكاسل بعدم التفاعل طيب الان في هذا الحضور الموجود الان بهذا الحضور كبير جدا جدا من اللاعبين القدامى والاعلاميين في المملكه العربيه السعوديه وزياره جمعيات هنا وش هذا دليل على ايش دليل انهم هم حاضرين بس اعطوهم وسهلوا لهم المهمه قدروهم بالدعوه صراحه قدروهم بالدعوه هذا شوفوا كيف التفاعل من اللاعبين صدق لو تقول مين اللاعب هذا الان بنجيب له كسرتك تقعد كم يوم بوافق لانه لقى دعم صراحه ولقى تشجيع في جو اخوي غير طبيعي بصراحه انا اتكلم عن النقطه هذه انا لمستها في كثير من خلال التجمعات من خلال الجلسات اللي في الفندق من خلال التجمعات الخارجيه البرامج المقدمه من اللجنه المنظمه طيب خلوني طيب ما بقي لي عندنا 10 دقائق انا بيتكلم حتى بناء على كاكبر شاهد على المستوى الفني
الاتحاد والاتفاق كان في 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 منافسه قويه وكانت النتيجه مهمه له، يعني من خلال انه كان حريص على الفوز. تتكلم على المستوى المباراه فنيا؟ انا اتكلم على مستوى المباراه الفنيه، وهذا اكبر دليل انه في في حماس لل 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 للفوز من ناحيه انه الحرص على النتيجه. نعم اكيد كل فريق يبغى يطلع على على الثاني في هالبطوله. فشفنا من المنافسه طبعا امس كان في نوع من الاشتباك طبعا، فكان عندنا يعني في تساؤل، يعني هل مثل التشابك اللي صار هل له يعني يعني لجنه التحكيم مثل هذه وخاصه في الدورات الوديه طبعا هل يكون لها نفس النظام والقانون ينطبق عليه كما في المشاركات الرسميه؟ طب احنا ناخذ على شيء انه هذه البطولات لها لوائحها ولها انظمتها المستقله. جيد. يعني بمعنى انه طبعا من العام برضو صار في عندنا اشكاليه وكان الكل يتوقع انه ما حدث هنا بيتم اسقاطها على المباريات الرسميه والمحليه في الدوري، وهذا الكلام غير صحيح لانه هذه بطوله مستقله. يعني الحين البطوله العربيه لو صار فيها شيء من اللاعبين هل بيرجعون للدوري ويتضررون؟ من المستحيل. يعني لو يطرد لاعب سعودي في البطوله العربيه ويصير منه مشكله هل بيتم يعني الحاق العقوبه للدوري السعودي؟ مستحيل. الاشياء اللي بينها تواصل اللي هي البطولات الرسميه المعتمده والمرتبطه بتنظيمات الفيفا، بمعنى بطوله قاريه ممكن تنتقل مع عقوبتها الى المحلي والعكس، ممكن العقوبه المحليه تروح للقاريه، خصوصا ايش انها تصدر من الجهات القضائيه الانضباطيه. لكن مثل هالدوره لها تنظيمات مستقله، بمعنى انه اللي يصير منها مخالفه في الدوره يتم استبعاده، يتم اتخاذ كافه الاجراءات اللي تخص الدوره، واذا ما راوا المنظمين انه هذا الفريق لو شارك في دوره ثانيه انه هالعقوبه تنتقل الى الدوره الثانيه بامكانها تمشي، لان احنا نمشي في هالسياق. بمعنى لو اخذنا البطولات العربيه عقوباتها تمشي في سياق البطولات العربيه، لانها ليست من البطولات القاريه المصنفه اللي ممكن انها تدخل ضمن اطار الفيفا. انا اقصد من ناحيه ليش الانضباطيه المباشره زي دوره الصداقه. نعم زي دوره الصداقه. ولكن اذا ما كان من تدخل هناك سيادي بمعنى يمس يعني التركيبه السياديه، مثلا تجاوزات لا سمح الله وصلت الى حد التجاوزات الغير مقبوله على المستوى الغير اخلاقي ايوه الاجتماعي هذا، وصار فيها عقوبات، لا ممكن ان احد بمعنى زي ما حدث في نهائي كاس الملك حدثت عقوبات من خارج المنظومه الانضباطيه وايش احتراما للمناسبه للاعتبارات اللي خلاص احنا في الاخير احنا تحت منظومه وتحت سياده، صح ولا لا؟ بالضبط. سواء سياده الدوله بشكل عام او انظمه وزاره الداخليه بشكل مثلا خاص او انظمه المنطقه بشكل اقرب او حتى انظمه اي بلد انت تكون فيه، متى ما تجاوزت ما يحدث في هذه البطولات لا زال تحت الإطار ليش الرياضي. لاعب غلط على لاعب، لاعب غلط على إداري، كلها إيش يتوقف اللاعب يتخذ فيه العقوبة وأنتهى. في ناس طبعا يرمي إلى أكثر من ذلك أنه ينقلونها إلى التنافس اللي بين الأندية ويحاول أنه يسقطها على المسابقات المحلية. إحنا بعيدين عن هالموضوع نهائيا، ولا يهمنا رضا نادي أو زعل نادي بمعنى أنه العقوبات لما تنتقل لا، لانه احنا نعرف الاهداف اللي يتم الاثاره من خلالها. لما سوى تقرير انا كل الامور اللي عندنا هنا مسيطر عليها وكل التجاوزات. مثل ايش؟ خلينا نتكلم مثل ايش؟ يعني انت تقول في ناس اسقطوا في شغله، اي مثلا انا فريقي مثلا فريق سين مشارك في هذه البطوله واعرف انه مثلا بيرجعوا يلعب بالدوري وعنده نجمه المميز مثلا هنا سوى مثلا خطا في بطوله تبوك. طبعا هو طموحه لا يهمه بطوله تبوك ولكن يهمه انه ما يلعب قدامه في الدوري. وهذا التفكير غريب صراحة، ولن ينطلي على اللجنة المنظمة وأن ندخل في هالمتاهة، أنه لأن بالفعل إحنا ليس علاقة ببطولة بدورة تبوك وأنظمتها الداخلية المنظمة للدورة بما هو موجود في الاتحاد السعودي. يعني كيف واحد لاعب بينطرد من تبوك وروح أقول وقفوه في المباراة الأولى من الدوري تحت أي بند؟ إلا إذا كان هناك لجنة مشكلة من الاتحاد السعودي تشرف على البطولة كاملا وتقرر ان العقوبات هذه وتدخل ضمن اللائحة تضمن. بعطيك المباريات الودية التي تقام في بين الأندية هناك، لانها تقام بتصريح مباشر من الاتحاد السعودي وبإشراف يومي من مكتب رعاية الشباب اصبحت منظومة هناك. لكن هنا احنا ناخذ الاذن، صح ناخذ الترتيب اصبحت تندرج عقوباتها يعني تدخل في هي المباريات الودية. لو مثلا لاعب ضرب حكم ممكن انه ينتقل مثلا، بس نتكلم عن ايش؟ عن تجاوز كامل. لكن لو لاعب انطرد في مباراه وديه في محليه يعني نعم. مثلا لعب مثلا في الرياض الشباب مثلا والرياض
ولاعب انطرد في المباراة الودية، هل من المعقول أن يقول تتوقف المباراة الأولى لنادي الشباب رغم أنها تحت مظلة وهم طبعا يأخذون إذن ترى الأندية لما يلعبون مباريات ودية، وطاقم التحكيم منين؟ من الاتحاد السعودي، ولكن هذه لها خصوصية ما خرج عن أقول لك الإطار الأخلاقي، هنا اللي ممكن نقول فيه يصير فيه تدخل ويصير فيه هنا أصلا ردع على الجانب الاجتماعي وليس الجانب الرياضي. ولكن البطولة هذه واحد انطرد المباراة الأولى تلقائي راح نوقف المباراة الثانية، صار منه شيء يستحق إبعاده عن البطولة، يبعد عن البطولة يا أخي. يكفي الآن في النهاية أحد اللاعبين لما سوى مخالفة يعني الأمين نفسه قال هذا ما يطلع يستلم جائزته في المنصة. في المنصة ايش في عقوبة أكثر من كذا؟ أنك تحضر في بطولة وتمنع من مقابلة رجل المباراة اللي الهدف منها يعني وجزء كبير أنك تشوف هالرجل أو تقابله أو على الأقل تسمع كلمة منه. أتوقع كفيلة عبدالله الأندية كفيلة برضو. نعم طيب حتى ولو مثلا لو وقفت لاعب من الصفاقسي هل انا لي القدره او الصلاحيه اني اقول يا الدوري الافريقي او يا تونس لا تلعبون لاعبكم في الدوري المحلي؟ ما ينطبق على يعني العداله يعني تتحقق على لما تطبقها على الجميع سوا، يعني عشان لاعب سعودي اقول وقفه، وعشان مثلا لاعب مصري او تونسي اقول لا والله ما يشمك العقاب، لا هنا انا فقدت ايش العداله؟ قيمه العداله انها تطبق على الجميع. إذا كان فعلا بيوقف اللاعب التونسي والإسماعيلي اللي أو المصري اللي حضر لو افترضنا أنه صار منه مخالفة وبيوقف اللاعب السعودي نقول هنا حققنا عدالة، لكن ليس من المنطق أني أوقف اللاعب السعودي واللاعب اللي قابله مثلا. طبعا ما حدث من المخالفات، أنا أضرب أمثلة، لأنه أنا لو أرسل للدوري المصري أقول لو وقفوا اللاعب المصري اللي شارك عندنا مستحيل أنه بيقبلني، أو حتى النادي يعني مستحيل يقبل على نفسه أن لاعبه يوقف. يعني ما يتعلق بأنظمة وقوانين الدورة ينطبق على الدورة فقط في ظل ما يمارس من إلا إذا تم تصعيد شيء قلت لك إلى جانب آخر يتعلق أخلاقي شيء زي كذا، هذه هذه ضوابط البلد بشكل عام يعني وليس ضوابط رياضة، هذا شأن عام يعني. نعم ربما شأن عام. شوف احنا يعني نبغى نشعر اللاعبين أنه الدورة هذه التنافسية، ترى شوف ما الاخطاء اللي صارت ما لها مبرر نهائي اللي قدموها اللعيبه، لكن في نفس الوقت اقول حاسين بايش؟ بالمسؤوليه، يبغون يفوزون، ماخذينها بجديه. لكن يعني عبد الله قال كلام بالنسبه للقانون، بالنسبه للوائح، انا اقول يعني بصراحه الانديه عليها مسؤوليه كبيره جدا في تصدي هاللعيبه. توقعكم بعقب على جزئيه لوحده دقيقه، انه انا اقصد مو معناه انه اللعيبه هنا ينفلتوا، لا بالعكس، اي لاعب ترى صارت المشكله في تبوك انا عكست عليه في الدوري. يعني مثلا لو اخذنا الاشكاليه اللي صارت امس، ما حدث للاعب وما انشئ عليه من هاشتاكات امس كافيه انها ايش؟ عقوبه بحد ذاتها، انت معانا من امس وشايف اشكال التعليق كفايه للامانه. طيب ما يتوقعه لا نبي نتوقع يلا توقع بكره رحيل توقيع الاتفاق لا بتوقع وتوقع والله مباراه كبيره ها الاتفاق قوي ومرتداته خطيره مره بس التونسي الفريق صفاقسي قوي صراحه. كم تتوقع؟ كم تسجل؟ يمكن تفوز بالسياره فيها جائزه؟ لا ما عليك لا حد انت خلينا نقول الاتفاق 1-0 الاتفاق 1-0 1-0 ركلات ترجيح واحده من ثنتين لان المباراة صعبة يعني 1-0 1-0 اتفاق اتوقع 1-0 اول فوز للاتفاق بضربات ترجيح وخلي الزياني الحين بياخذني بالاحضان. طيب امنيات ممكن نقول او بيتهرب زي العادة. بالعكس انا ما املك امنيات، مكاني ما يحق لي اني اتمنى ولكن اني اتوقع انها تذهب لركلة الترجيح. اتوقع انه يعني المستوى الفني متساوي يعني والله جاني توقع بعد من بعيد يقول 2-1 مين؟ جاني توقع من بعيد يقول لك 2-1 من هو؟ من الجهة المقابلة هنا 2-1 لمين؟ أتوقع أنه بيذهب لأنه فارق هدف، إيش رأيك طيب؟ فارق هدف الاتفاق إن شاء الله سجل أقول بيذهبون تقريبا عطفا على اللي أنا شفته من الفريقين خلال المباريات الثانية للأمانة في قوة من الفريقين قد يذهبون إلى الترجيح. قال لك بتنتهي شكرا كابتن صالح الداوود يعطيك العافية الله يعطيك كذلك أيضا للحكم الدولي السابق عبد الله القحطاني المحاضر المقيم الحكام محل التحكيم، شكرا لتواجدكم معنا، لقاء بكم يتجدد ان شاء الله في مناسبات قادمه، الشكر متواصل لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعه، باذن الله نلتقي دائما على المحبه وعلى الود، الى اللقاء.